بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم. هذا هو محدثكم خالد منشد يحييكم يهديكم أجمل تحية لعشاق محبي لعبة كرة القدم للصلاة. نلتقي بكم من خلال المباراة رقم 5 من خلال هذا اليوم هذا المساء عبر نقل مباشر لعدسات القناة الرياضية التي عودتنا دائما مع الحدث من قلب الحدث من خلال هذه المباراة ضمن فعاليات بطولة الخليج الأولى للإعلام الرياضي على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه النائب الأول لرئيس مجلس أعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة على هذه الرعاية الكريمة في أكبر تظاهرة إعلامية من كتاب ومن صحفيين ومن مذيعين ومن مقدمين من خلال هذه الفكرة الصائبة التي أتت من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه والذي قد أعطى توجيهاته وتعليماته للجهات الحكومية الرسمية بتنظيم هذه التظاهرة الجميلة لبطولة الخليج الأولى للإعلام الرياضي من مشاركة 6 دول الخليجية العربية بدول مجلس التعاون الخليج العربي. هي المباراة إذن الرقم 5 منتخبنا البحرين الوطني واضح معك على شاشة الصورة راح يلعب على يسار السادة المشاهدين الكرام تابعون معنا المباراة بالشعار الأحمر بينما منتخب الإمارات الشقيق راح يتواجد بالجهة اليمنى بالشعار الأبيض. طبعا شكرا أيضا لزميلي في استديو التحليل الزميل فهد بوشيري وضيوف الحاضرين رئيس الوفد القطري الأستاذ عبد العزيز المعرفي والكابتن محمد الشرقاوي هو لاعب منتخبنا للصالات. وطبعا بالنسبة لطاقم التحكيم راح أذكركم بالنسبة طبعا للعبة كرة الصالات للفوتسال تدار من قبل 4 حكام دوليين. حكم أول راح يتواجد هو تامر العنزي من دولة الكويت، حكم ثاني عبد الرحمن الأحمري من المملكة العربية السعودية، والحكم الثالث عمار حسن من العراق، والميقاتي هو محمد الشيدي من سلطنة عمان. كل التوفيق للمنتخبين الشقيقين من خلال هذه المباراة وهي المباراة الخامسة كما ذكرت بالنسبة لتشكيلة المنتخب الإماراتي الشقيق. خلينا نشوف هذا اللعب وخاطر ربما نشاهد هذا أول منتخبنا وراح بالنسبة طبعا للمنتخب الإماراتي برئاسة رئيس الوفد الأستاذ محمد الجوكر وسلطان وهو طبعا يتبوأ منصب نائب رئيس التقرير بجريدة البيان بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللاعبين هو محمد جاسم 13 هو كاتب وصحفي بجريدة أيضا الإماراتية الرؤية الإماراتية. هناك أيضا يتواجد محمد البلوشي وهو أيضا مذيع في قناة سكاي النيوز العربية. هناك خالد علي 10 أحمد سالم 8 وماجد خليل 12 ومحمد السندي ومنقب الشيخ بموشي. على فكرة هذا لاعب بحريني لكن هو محترف مع فريق الإعلامي الإماراتي. وجود اللاعب حمد فيصل الإبراهيم لاعب رقم 2 وهو مذيع في قناة أبو ظبي الرياضية. وجود أيضا اللاعب علي الزعابي رقم 11 وهو صاحبي بجريدة الاتحاد الإماراتية. هناك يوسف جناحي وهو حارس المرمى الإماراتي وهو بحريني محترف مع صفوف المنتخب الإماراتي الشقيق. وطبعا أخيرا إبراهيم الريس لاعب منتخب الإماراتي ومدرب الفريق الكابتن محمود الشرقاوي هو بحريني وهو نادم من نجوم الكرة البحرينية لاعب سابق بنادي الرفاع الشرقي ولعب مع نادي المحرق ومثل منتخبنا في المباريات الدولية السابقة وهو أيضا انتقل شارك الكابتن لمنتخبنا لكرة القدم للصلاة إداري المنتخب الإماراتي والكابتن محمد ديسو. بينما تشكيلة منتخبنا البحرين الوطني بالشعار الأحمر حاضرة واضحة في حراسة المرمى صاحب الخبرة صلاح سلمان، وجود حمد السلح واللاعب فواز محمد بالإضافة إلى لاعب محضرم جاسم الجبل وأيضا اللاعب الهداف الخطير اللاعب رائد بابا. وجود دكة بدلاء كبيرة هناك، وجود لاعب محضرة مرتاح للفريق الأستاذ عبد العزيز الأشراف، وجود أيضا عبد الرحمن الماشي وأيضا هناك فلاح عباس وهو وجه جديد على كرة الصالات ومنتخب الوطني. هناك أيضا يتواجد القلداري وهو أيضا لاعب حارس مرمى احتياطي بالإضافة طبعا إلى لاعب منتخبنا الدولي السابق والإعلامي الحاضر بقناة بي إن سبورت هو طبعا كابتن قاضي الكواري. دعواتنا إذا لمنتخبنا بالتوفيق أيضا من خلال هذه المباراة. أذكر أعزائي المشاهدين الكرام يطبق قانون لعبة الفوتسال للصالة بالنسبة للوقت هو الوقت الرسمي 30 دقيقة نص ساعة موزعة على مدار 15 دقيقة كل شوط. وطبعا تدار المباراة من حكام دوليين معتمدين من قبل اتحاد الفيفا الدولي لكرة القدم.
يطبق قانون لعبة الفوتسال كما ذكرت في هذه البطولة وهذه اللعبة بالنسبة للأخطاء التراكمية. خطرة هذه احنا نشوف الكرة خطرة ما زالت لكن تبعد الكرة. بالنسبة للأخطاء التراكمية 5 أخطاء ومن خطأ السادس راح يكون ركلة جزاء سكن بنالتي على بعد 10 متر. طبعا الكرات الثابتة رمية المرمى وركلة الخال والكرات الركنية والثابتة التمرير فقط 4 ثواني لتمرير الكرة. حالة الطرد والكرت الأحمر الفريق راح يلعب ناقص لاعب لمدة 2 دقيقة إلا إذا الفريق المنافس الآخر ما استفاد من هذه حالة الطرد وأتى بهدف. بعد ذلك يكمل عدد الرسمي 5 لعيبة. طبعا اللاعب اللي يحصل على كرت أحمر لن يشارك في بقية المباراة. إذن هي المباراة الخامسة. المباراة الأولى شاهدنا الافتتاح ومنتخبنا استطاع التفوق أمام قطر الشقيق بنتيجة كبيرة ثقيلة ب6 أهداف مقابل هدف واحد. سجل أول أهداف هذه البطولة لطبعا بطولة الخليج الأولى للإعلام الرياضي اللاعب منتخبنا الكابتن جاسم الجبن هو من سجل أول أهداف. وشاءت الصدف أن يلتقي المنتخبين الشقيقين منتخبنا الوطني والمنتخب القطري الشقيق في مباراة الافتتاح كما نعود بكم للذاكرة في طبعا النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي التي احتضنتها مملكة البحرين والتي دائما هي سباقة في تنظيم هذه المحافل الرياضية. أيضا المنتخبين الشقيقين آنذاك التقوا على مسرح ملعب استاد مدينة عيسى آنذاك في عام 1970 وتفوق منتخبنا بهدفين لهدف. لكن المنتخب الإماراتي هو من يبدأ بالتسجيل تسديده إذا مضاقته ويفاجئ فيها الجميع. إذا هدف أول هو قائد وكابتن الفريق اللاعب رقم 10 الإماراتي خالد علي يبقى شوف تقدم فيها خذ قرار التصويب والزاوية الصعبة على حارس المرمى الحارس صلاح سلمان. إذن المنتخب الإماراتي هو من يأتي بأول هدف هذه المباراة. المنتخب الإماراتي يتقدم بهدف الأول تسديدة قوية من أقدام لاعب خالد علي اللاعب رقم 10 لاعب وكابتن المنتخب الإماراتي. طبعا المنتخب الإماراتي يدخل هذه المباراة وقادم من خسارة أمام فريق منتخب قطر من قبل هدف سجله لاعب منتخب الكويت الدولي. وطبعا المحلل الرياضي بقناة الدوري والكأس بالمجلس الشهير اللاعب الخلوق والهداف الكابتن بشار عبد الله. إذن المنتخب الإماراتي يدخل هذه المباراة بشعار التعويض لكن منتخبنا البحريني الوطني يدخل هذه المباراة ويمتلك 3 نقاط بفوزه بأعلى نتيجة حتى الآن ب6 أهداف لهدف أمام منتخب قطر الشقيق. إذا المنافسة الشريفة حاضرة في أكبر تظاهرة جماعية رياضية إعلامية هنا في أرض الكرم وجود من مملكة البحرين. هذه الفكرة الصائبة والفكرة الجميلة التي تترجم من الحلم إلى واقع حقيقي على أرضية هذه الصالة هي صالة مدينة خليفة الرياضية هذه الحديثة المنشأ التي تتسع ما يعادل أكثر من 3500 متفرج. وكما ذكرت طبعا الفكرة الصائبة والسديدة الفكرة الجميلة التي أتت من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى اللي أعطى سموه توجيهاته وتعليماته لطبعا ترجمة هذا الحلم وهذه الفكرة إلى حقيقة وواقع على أرض الميدان من خلال هذه البطولة بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية الست. وطبعا التوجيهات أتت إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن الرياضة في مملكة البحرين متمثلة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومتمثلة أيضا في اللجنة الأولمبية البحرينية وأيضا في المؤسسة العامة للشباب والرياضة من خلال تنظيم هذه البطولة الجميلة والفكرة الحديثة من هذا النوع. والكل قد أشار في المؤتمر الصحفي على فكرة من يوم أمس الذي أقيم بسوفيتيل هوتيل وكبار الإعلاميين من كتاب والصحفيين والمذيعين والمخضرمين قد أشادوا بفكرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله رعاه لتترجم إلى حقيقة من خلال هذا التجمع الإعلامي الزخم الكبير من خلال منافسة الشريفة لدول أبناء مجلس التعاون الخليجي العربي من خلال النسخة الأولى. والبحرين عودتنا دائما هي السباقة في هذه المحافل. إذن هذه إعادة من مخرج المباراة للهدف الأول اللي سجله هذا الكابتن منتخب الإماراتي الشقيق خالد علي بالتسديدة مباشرة فاجأ فيها الجميع بما فيها حارس المرمى صلاح سلمان ليأتي بأول أهداف المباراة. إذن هناك تايم أوت. وذكر أيضا أعزائي المشاهدين الكرام
الكرام عشاق لعبة كرة قدم للصلاة يطبق قانون الفوتسال من أيضا الوقت المستقصر دقيقة واحدة فقط ممكن يأخذ المدرب يعطي توجيهاته ويعطي تعليماته. طبعا أذكر بالنسبة لمنتخبنا البحرين الوطني بقيادة المدرب القدير والمدرب الملقب بحاصد البطولات وصائد البطولات هو الكابتن علي الياسي الذي دائما يعشق التحدي وبلا شك هو طبعا من قبل هذه المهمة الوطنية في خدمة للواجب وخدمة لمملكة البحرين من خلال قيادة الفنية لهذا المنتخب الإعلامي الجميل لمنتخبنا البحريني الوطني ويساعد أيضا المساعد مدرب الخلوق الكابتن علي الماجد. هذا هو طبعا الجهاز الفني الإداري لمنتخبنا البحريني الوطني. أتمنى له التوفيق في خلال هذه المباراة بإمكان التعويض. ما زلنا في تقريبا ثمان دقائق مضت وآخر سبع دقائق. هذا هو صاحب الهدف الوحيد. بإمكان منتخبنا التركيز وتعديل النتيجة وبعد ذلك ليكون لكل حادث حديث. وطبعا النتيجة الوحيدة التي انتهت بها المباراة بهدف وحيد هو تفوق منتخب قطر أمام منتخب الإمارات بهدف مقابل لا شيء والهدف الذي سجله الدولي السابق الكابتن بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية ونجم طبعا من نجوم الكرة الخليجية. كرة خارج الملعب ترقب حاضر. هناك حالة استنفار كبيرة طبعا من قبل القناة البحرين الرياضية لنخل وقائع هذه البطولة اللي راح تستمر معاكم بإذن الله خلال ثلاثة أيام من هذا اليوم حتى يوم السبت اللي راح يكون يوم التتويج يوم التكريم. رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله رعاه لأكبر ظاهرة إعلامية تتجمع هنا في أرض الكرم وجود من مملكة البحرين بتأكيد من كل فرق المنتخبات الخليجية الذي أكدوا في المؤتمر الصحفي أنهم قادمين لنجاح هذه البطولة أولاً والمشاركة فيها وبعد ذلك طبعاً المنافسة راح تكون حاضرة وشريفة بين جميع المنتخبات الخليجية. هذا هو فلاح عباس لاعب منتخبنا لكرة القدم صلاة. شوف تمريرة اللاعب جاسم الشوبن هو من سجل أول أهداف هذه النسخة الأولى لبطولة الخليج الأولى للإعلام الرياضي. كرة مع عبد الرحمن الماجي محلل لقناة البحرين الرياضية وهو لاعب سابق بنادي نادي المحرق الرياضي. كرة مع محمد السندي لاعب ملقب بموشي لاعب منتخبنا للفوتسال طبعا هو لاعب محترف الآن يلعب مع المنتخب الإماراتي. وذكر أيضا بقيادة المدرب الوطني الكابتن محمود الشرقاوي نجم نجوم كرة القدم في البحرين ومدرب فريق المنتخب الإماراتي كمدرب محترف لهذا الفريق الإعلامي مشاركة إيجابية. ملعوبة كرة خطرة هذه حذار من الأخطاء حاول حلوة يا جاسم يحاول يبعد الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة إدخال. وذكر الوقت راح يمضي سريع جدا لأن مدة المباراة 30 دقيقة فقط نص ساعة موزعة على 15 دقيقة مدة تشوط ويجب على لاعبات التركيز أفضل والتقدم الأمام والتركيز وتسجيل هدف التعادل وبعد ذلك لكل حادث حديث تذهب الكرة إلى خارج الملعب. لعبة الفوتسال اللي تعتمد طبعا على اللياقة البدنية وتعتمد أيضا على الحلول الفردية واللعب الجماعي وأيضا التركيز مطلوب. إذن كرة مع خالد علي تنقطع مع منتخبنا البحرين الوطني مع اللاعب رقم 9 هو عبد الرحمن الماشي واضح معك على شاشة الصورة إلى فلاح عباس الوجه الجديد مع لعبة الصلاة مع منتخبنا لاعب نادي الشباب. كرة مع جاسم الشوبن كابتن جاسم الشوبن يحاول يسدد لكن وين إلى خارج ملعب يكسب منها ركلة ركنية. هذا هو الكابتن جاسم الشوبن لاعب منتخبنا الدولي سابق ونجم نادي المحرق سابق وأيضا من تخلت شارات كابتن منتخبنا للصلاة في بطولات سابقة. لعبة الصلاة بدأت تنتشر بشكل مميز في جميع دول مجلس التعاون الخليج العربي وطبعاً النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي أقيمت في دولة قطر الشقيقة في 2013 وحققها المنتخب الكويتي والنسخة الثانية أقيمت على أرض مملكة البحرين الحبيبة في الشهر الماضي وأيضاً استطاع المنتخب الكويتي التتويج للمرة الثانية. إذن هناك خطة في مكان جداً مميز على طبعاً خط 7 متر من مرمى شباك حارس مرمى المنتخب الإماراتي والترقب حاضر هو طبعاً البحريني هو يونس أو يوسف جناحي. إذا خطأ التركيز مطلوب من لعيبة منتخبنا والعودة قبل نهاية الشوط الأول. هذا هو يوسف جناحي من حراس الوعدة والحراس الصاعدة تسديدة قوية من جاسم الشبن تعود الكرة إلى صلاح سلمان حارس نادي البحرين سابق حارس منتخبنا لكرة القدم للشواطئ تواجد مع أيضاً منتخبنا في التصفيات الأسرية مؤهلة لكأس العالم.
للشواطئ. ملعوبة الكرة. عبد الرحمن ماشي. تركيز مطلوب من لعيبة منتخبنا والكرة إلى خارج الملعب. إذن هي المباراة رقم 5 من خلال هذا اليوم هذا المساء اللي راح تلعب جميع مباريات الدور التمهيدي أو طبعا الجولة الأولى. شاهدنا الافتتاح فوز منتخبنا بستة أهداف أمام قطر اللي يشارك بنخبة كبيرة من الإعلاميين البارزين في هذه البطولة مشاركة من دولة قطر الشقيقة بنجوم المجلس والكأس لقناة الدوري. وطبعا ضم نخبة كبيرة من النجوم أذكر منها بشكل سريع الكابتن عبد العزيز العنبري نجم الكويت وبشار عبد الله نجم الكويت وخالد الفضلي عارف المرمى العملاق. لقطة حلوة طبعا من مخرج المباراة لكبار الحضور والضيوف اللي يتواجدون في المنصة الرئيسية لهذه الصالة المتميزة لصالة مدينة خليفة الرياضية. ملعوب الكرة حاول يتابع مقطع الكرة تنقطع من جاسم الشبن. تقام جميع مباريات هذه البطولة على هذه الصالة المتميزة من صالة مدينة خليفة الرياضية اللي راح تستمر بإذن الله حتى يوم السبت الموافق الرابع من أبريل 2015. غدا راح تلعب مباراة قبل النهائي الساعة 5 أو الساعة 4 مساء عفوا راح تلعب مباراة تحديد مركز الثالث والرابع أو الدور قبل النهائي عفوا مربع الكبار. بينما يوم السبت راح تلعب المباراة الأولى تحديد الثالث والرابع وبعد ذلك النهائي والتتويج. كرة إذن إلى خارج الملعب. رابطة حاضرة وتؤازر وتشجع وجماهير حاضرة تستمتع بأجواء جميلة لأكبر تظاهرة إعلامية خليجية هنا بمملكة البحرين التي دائما سباقة في هذا الحدث الرياضي. طبعا الحديث من نوعه والنادر من نوعه في تجمع إعلامي كبير حاضر هنا بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي العربي الست في فرقها التي أتت من أجل طبعا نجاح هذه البطولة ومن أجل المشاركة في أكبر تجمع إعلامي رياضي وبرعاية كريمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب الرياضة رئيس الاتحاد البحريني للألعاب القوى الذي قد أعطى توجيهاته وتعليماته بفكرة السديدة وفكرة الصائبة في أكبر تجمع إعلامي من حشد إعلامي كبير لأخواننا وشقانا من جميع دول مجلس التعاون الخليجي العربي في منافسة شريفة تجمع الكتاب والصحفيين والمذيعين وطبعا المقدمين للبرامج والمبدعين من المحللين الرياضيين. لقطة حلوة طبعا جميلة أيضا لكبار الحضور وضيوف هناك يتواجد من ضمن الحضور طبعا السيد الأستاذ محمد الجوكر أبو سلطان وهو نائب رئيس بجريدة التحرير البيان الإماراتية وأيضا ننسى أيضا الأستاذ سالم الحبسي من سلطنة عمان الشقيقة وهو يترأس ويتبوأ رئيس الاتحاد الرياضي الإعلامي الخليجي وكبار الحضور من اللي تواجدوا من خلال الافتتاح اللي شاهدنا طبعا كبار المسؤولين وتقدمهم معالي سعادة وزير الإعلام سيد عيسى الحمادي عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وأيضا الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية سيد عبد الرحمن عسكر ورئيس المؤسسة العامة للشباب الرياضة بمملكة البحرين السيد هشام بن محمد الجودر كبار المسؤولين الحاضرين هنا من أجل هذا التجمع الجميل. وطبعا نجاح هذه البطولة الكبيرة بلا شك هي ناجحة بالفكرة الصائبة التي أتت من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله رعاه لترجم إلى حقيقة إلى أرضية هذا الملعب هذا الميدان. سلامات لحارس المرمى يوسف الجناحي سلامات سلامات لحارس المرمى. أيضا يجب أن لا نهضم حق الرعاة البطولة والداعمين لهذه البطولة. الراعي الذهبي لهذه البطولة هي شركة بابكو وهي شركة نفط البحرين من كبرى الشركات في مملكة البحرين. الراعي الفضلي تأتي شركة الفخامة للسيارات وهي أيضا من كبرى الشركات التي تتعامل في قطاع بيع السيارات في مملكة البحرين
الراعي البرونزي شركة كوكاكولا، أيضا لا ننسى الدور الكبير أيضا لهيئة شؤون الإعلام متمثلة في القناة الرياضية التي دائما عودتنا مع الحدث من قلب الحدث من أجل نقل وقائع هذه البطولة حتى يوم التتويج التكريم. كما ذكرت طبعا المنتخب القطر الشهير اللي فضل أن يشارك بزخم كبير من الوجوه الإعلامية البارزة على الساحة الكروية وعلى أيضا ساحة مجلس التعاون الخليجي العربي، منهم طبعا الكباتن عبد العزيز العنبري والكابتن بشار عبد الله والكابتن خالد الفضلي من دولة الكويت الشقيقة ومحللي في قناة الدوري الكاس، أيضا الكابتن محمد إدهام من دولة قطر، مبارك خان من دولة الإمارات العربية المتحدة، الإعلامي الشاب أيضا محمد العنزي، والمدرب الغدير الكابتن خليل الزياني اللي حقق إنجاز آسيوي كبير في 1984 مع المنتخب السعودي لما حقق بطولة كأس أمم آسيا. لا ننسى أيضا الزميل الإعلامي خالد الحدي المعلق الكروي بقناة الدوري الكاس، والترقب حاضر أيضا كوكب خطرة هذه، حذاري من الأخطاء، تركيز مطلوب، رائد بابا تنقطع الكرة، التركيز مطلوب من لعيبة منتخبنا، التفكير في تعديل النتيجة، الكرة مع فواز محمد تفهية فلاح عباس إلى رائد، تسجيل في الجول. أوه حلوة رائد، حلوة يا رائد، كان المفروض في متابعة. إذا آخر ثلاث دقائق أعزائي المشاهدين الكرام، هذا هو اللاعب رائد بابا، لاعب صاحب خبرة كبيرة، لاعب طبعا متميز في لعبة الفوتسال، لاعب ينتمي إلى عائلة رياضية هي عائلة بابا الكروية، متمثل طبعا في اللاعب المخضرم كابتن حميد بابا والكابتن علي بابا والكابتن سلمان بابا. إذا لا ننسى أيضا حسين بابا لاعب منتخبنا الدولي المحترف في الدوري السعودي مع فريق نادي الفتح السعودي، ملعوب الكرة جاسم جوبا تجيب الجول. أوه جول، تعادل، حبايب راح يكونون حبايب، التعادل إذا يأتي من خليفة التسديدة اللاعب جاسم الجوبا صاحب أول أهداف هذه البطولة لبطولة الخليج الأولى للإعلام الرياضي على كأس أبو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه. حلوة يا سلام، حلوة حلوة حلوة. إذن منتخبنا ينجح في تعديل النتيجة الآن، منتخبنا ينجح في تعديل النتيجة هدف لهدف، حبايب راح يكونون حبايب، اللي راح يفوز راح نقول له مبروك، والخسران راح نقول له هارد لك. حلوة أفضلية كانت لصالح المنتخب الإماراتي الشقيق، استحواذه على الكرة، انتشاره بشكل جيد، قدر يجاري منتخبه يتقدم إلى الأمام، واستطاع من يتقدم عن طريق كابتن فريقه وكابتن منتخب الإماراتي خالد علي، لكن مع الثواني الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول استطاع اللاعب جاسم الشبن من تسديده مباغتة قوية أتت في الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، التعادل هدف لهدف. إذن استراحة قصيرة والقادم أفضل، أترككم مع عدسات القناة الرياضية وكاميرا القناة الرياضية مع اللقطات الحلوة الجميلة للجمهور الحاضر، وطبعا لنلتقي مع مجريات الشوط الثاني وهي استراحة الشوط الأول.
إذن أعزائي المشاهدين الكرام نلتقي بكم مرة أخرى من مجريات الشوط الثاني في هذه المباراة، هي المباراة الخامسة من خلال هذا اليوم هذا المساء في افتتاحية النسخة الأولى لبطولة الخليج. طبعاً للإعلام الرياضي في مسابقة كبيرة على الإعلام الرياضي لبطولة الخليج الأولى للإعلام الرياضي في نسخة الأولى على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه. من المباراة الثانية التي أو المباراة الشوط الثاني عفواً التي تجمع منتخبنا البحرين الوطني بالشعار الأحمر ومنتخب الإماراتي بالشعار الأبيض، أذكر بالنسبة للنتيجة انتهى بالتعادل هدف لهدف. تقدم منتخب الإماراتي عن طريق كابتن الفريق اللاعب خالد علي، وسرعان ما استطاع اللاعب جاسم الجبن اللاعب المخضرم استطاع أن يأتي بالتعديل النتيجة. إذن الشوط الثاني ماذا كان هناك الحديث من قبل كباتن الفريقين أو مدربين الفريقين للعيبته؟ إذن الترقب حاضر لهذه المباراة ولهذا الشوط الثاني. إذن هي المباراة الخامسة وهناك المباراة الأخيرة في خلال هذا اليوم هذا المساء راح تجمع عمان والكويت مباشرة بعد هذه المباراة في طبعا مباراة الدور التمهيدي الأول. غدا يوم الجمعة راح تلعب مباراتين في مباراة قبل النهائي حسب قانون هذه البطولة لبطولة الخليج الأولى للإعلام الرياضي على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رضي الله رعاه. بطل المجموعة الأولى راح يواجه ثاني المجموعة الثانية، وبطل المجموعة الثانية راح يواجه طبعا ثاني المجموعة الأولى بطريقة المقص. إذن قد هو المربع الكبار والترقب حاضر، فوز منتخبنا راح يأهله، التعادل أيضا راح يأهله لأن المنتخب الإماراتي هو قادم من خسارة أمام المنتخب الكويتي عفوا المنتخب القطري بهدف مقابل لا شيء، لكن منتخبنا البحرين الوطني استطاع أن يفوز في مباراة الافتتاح أمام منتخب قطر بنتيجة كبيرة 6 أهداف لهدف. إذا الترقب حاضر. وإذا ما تحدثنا بشكل سريع عن طبعا برنامج الحافل لهذه البطولة وهذا الحدث الجميل الأول من نوعه الذي تقام على أرض مملكة البحرين، وطبعا بفكرة سديدة وصائبة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه النائب الأول رئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة مملكة البحرين، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الذي قد أعطى سموه توجيهاته وتعليماته لطبعا المؤسسات الحكومية بتنظيم هذه التظاهرة الإعلامية الكبيرة في تواجد أكبر زخم إعلامي بين جميع دول أشقاء مجلس التعاون الخليجي العربي في منافسة كبيرة بعيدة عن الصحافة وبعيدة عن القلم وبعيدة عن الكتاب وبعيدة عن التحليل في مهرجان كروي وعرس الكل أكد أن هذا هو عرس رياضي يجمع جميع دول أبناء مجلس التعاون الخليجي العربي. إذن الشوط الثاني واضح معك على شاشة صورة المنتخب الإماراتي الشقيق بالشعار الأبيض هو الآن الماخذ الجهة اليسرى بالنسبة للسادة المشاهدين الكرام اللي يتابعون معنا هذه المباراة عبر قناة الأثير قناة رياضية لتلفزيون مملكة البحرين، بينما منتخبنا بالشعار الأحمر هو المتواجد في طبعا الجهة اليمنى. أذكر الشوط الأول انتهى بالتعادل هدف لهدف، التركيز مطلوب في الشوط الثاني كما يطلق عليه شوط المدربين، الخطأ ممنوع، يطبق قانون لعبة الفوتسال في هذه البطولة ما عدا الوقت هو 15 دقيقة. أما طبعا باقي القانون من الأخطاء التراكمية 5 أخطاء، خطأ السادس راح يكون سكر بنالتي ركلة جزاء على بعد 10 متر، وأيضا هناك اللعبات الثابتة وركلة الإدخال ورمية المرمى 4 ثواني، والركنية أيضا فقط 4 ثواني في التمرير، واللاعب إذا ما حصل على كرت أحمر الفريق راح يلعب ناقص واحد لمدة 2 دقيقة إلا إذا طبعا ما استطاع الفريق المنافس الآخر أن يستثمر حالة الطرد ويترجمها إلى هدف. كرة طويلة عالية تحدث بشكل سريع بالنسبة لهذا اليوم الجميل اللي يحسب يسجل من يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2015 على هذه الصالة، صالة مدينة خليفة الرياضية الذي تحتضن هذا العرس الرياضي للنسخة الأولى لبطولة الخليج العربي الأولى للإعلام الرياضي بمشاركة جميع دول المنتخبات الخليجية 6 التي تؤكد حضورها بشكل كبير وأيضا تشيد بالفكرة الصائبة السديدة التي أتت من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظ الله رعاه النائب الأول رئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة وطبعا رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الذي قد أعطى سمو توجيهاته وتعليماته لتنظيم هذا العرس الرياضي. إذا شاهدنا عزف السلام الملكي لمملكة البحرين وشاهدنا دخول فرق المنتخبات المشروعة.
الاسيست وخطره هذه يلا رائد خلص يا رائد الجول جول 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 حلو والله حلوه 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 من رائد بابو حلوه يا حارس يا مرمى حلوه يوسف جناحي يوسف جناحي الوضع معك على الشاشه شوف يعطيني اياها مخرج من ورا الاعاده حلوه اذا الكره الى خارج الى ركله ركنيه الوقت راح يمضي سريع جدا خاصه الشوط الثاني اذا خطا ممنوع تسديده جاسم الجبن قوي لك وين تعتلي العارضه والى خارج الملعب هذا هو جاسم الجبن لاعب سابق بنادي المحرق ولعب ايضا ونال شرف تمثيل منتخبنا من الفئات ووصول الفريق الاول وايضا من تقل شرف الكابتن لمنتخبنا لكره القدم للصالات خطا بالجول هدف ربما لم يكن في الحسبان هدف من اللاعب محمد السندي اللاعب الملقب بموشي هو لاعب بحريني هو لاعب محترف شوف التمريره ورميه المرمى السديده من قبل حارس المرمى يوسف جناحي لتصل الى اللاعب محمد السندي الملقب وشيب بموشي لياتي بهدف التقدم هدفين لهدف منتخبنا يجب التركيز يجب اللعب الى الامام في وقت كبير الدقائق محسوبه في الصالات وما بالك هي الثواني ايضا محسوبه في الصالات يجب على لعبتنا استثمار كل ثانيه تسديده مباشره والى خارج الملعب الى خارج الملعب اذا هدفين لمنتخب الاماراتي الشقيق يتقدم بهدف اخر عن طريق تسديده اللاعب محمد السندي اللاعب المحترف معصوب فريق دوله الامارات العربيه المتحده لياتي بهدف الثاني لكن بامكان منتخبنا التعويض بامكان منتخبنا التعويض التركيز اذا المطلوب والهدوء مطلوب التقدم الى الامام مقطوع الكره يلا يا رائد خطره هذه خلصنا يا رائد بالجول اوه حلوه 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 والله يتالق حارس المرمى يتالق حارس المرمى يوسف جناحي لتسديده اللاعب رائد بابا حلوه والله راحت فرصه التعادل فرصه التعادل راحت من منتخبنا من تسديده اللاعب رائد بابا وطبعا نقول شوف العاده شوف يعطيني مخرج المباراه كانه يدرك ماذا اطلب ماذا اريد اذا نقول طبعا تحيه للاثنين حارس المرمى اللي تالق في ابعاد الكره وتسديده اللاعب رائد بابا حذاري من الاخطاء منتخبنا التركيز مطلوب يلا جاسم حلوه صاحب خبره كابتن جاسم وكان يمرر رائد خلص يا رائد بالجول خلصها ما زالت خطر يحاول يتابع يحاول في لك وين الكره الى خارج الملعب والى ركله الخط هذا هو رائد بابا لاعب سابق بنادي النجم الرياضي ولاعب منتخبنا طبعا للفوتسال من لاعبين يتميزون في لعبه الفوتسال كره الى خارج الملعب بشكل سريع كما ذكرت بدايه الحفل الكريم خلال هذا اليوم هذا المساء بدايه طبعا بتلاوه من ايات الذكر الحكيم بعد ذلك عريف الحفل كابتن منتخبنا للصالات كابتن محمد الشرقاوي اللي قدم كلمه جميله مرحبا بها بضيوف الكرام وكانت ايضا هناك كلمه ترحيب من قبل رئيس لجنه الاعلام الرياضي البحرينيه الزميل محمد قاسم ورحب فيها ايضا بالضيوف الكرام وبعد ذلك شاهدنا هناك ايضا كلمه اخرى كانت من الاستاذ سالم الحبسي رئيس اتحاد الخليج للاعلام الرياضي وايضا كانت ايضا كلمه حاضره جميله وصادقه من قبل السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي معالي وزير الاعلام البحريني بكلمه مختصره ومعبره تمنى فيها التوفيق طبعا لجميع فرق المنتخبات الخليجيه وطيف الاقامه في بلدهم الثاني من مملكه البحرين واتمنى طبعا التوفيق للفرق وللبطوله ايضا حضور مميز من كبار المسؤولين في مملكه البحرين في صافره في خطا وذكر نتيجه هدفين منتخب الاماراتي هذا هو حارس يوسف جناح على فكره هو بحريني لكن كحارس محترف مع فريق منتخب الامارات الشقيق اذا في ضربه حره غير مباشره يجب ان تلمس احد او تمرر فواز محمد جاسم الجبن منتخبنا مطالب بتعديل النتيجه لانه يمتلك ثلاث نقاط منتخب الاماراتي يلعب مباراه بشعار اكون او لا اكون ولا بديل عن فوز لان منتخب الاماراتي يدخل بدون نقاط وقدم الخساره امام منتخب قطر بهدف مقابل لا شيء اذا خطا الكلمة تراجع من لعيبه منتخب الاماراتي الشقيق خطره هذه الجبن سجل في الجول اوه حلو والله حلوه 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 تغطيه تحسب تسجل طبعا للاعب المنتخب الاماراتي اللاعب محمد سندي اللي كان في المكان المناسب لعب على الكره حمد السبع يلا مرر اسرع فواز محمد يلا فواز يلا جاسم يلا وراحت في استعجال
إذا ما استعجل لعيبة منتخبنا راح يفقد التركيز، والتركيز إذن مهم من خلال السبع دقائق المتبقية من عمر المباراة ملعوبة. يلا رائدة مرر حلوة، شوف لعيبة منتخب الإمارات متراجع إلى الخلف وراح يعتمدون الآن على الهجمات المباغتة المرتدة. منتخبنا ما عنده شيء طبعا إلا أنه طبعا يفكر في تعديل النتيجة والتقدم الأمام، لأن الوقت راح يمضي سريع جدا. هي سبع دقائق، الكرة مع حمد السبع نجم نادي المحرق السابق جاسم جبن، حمد السبع ملعوبة إلى فواز محمد لاعب سابق أيضا بنادي الرفاع الشرقي، ملعوبة فواز الجول، هضم الجول، هضم الجول، أوه ما زالت خطرة، يحاول في ياسر فواز، شوف ما في متابعة، ما في متابعة، يجب أن تكون هناك متابعة في الأمام، يجب أن تكون هناك متابعة في الأمام. هدفين منتخب الإمارات، هدف منتخبنا، خطرة هذه حطها في الجول، حمد السبع يتباطأ في التسديد، مقطوع الكرة. هي المباراة الخامسة، نتيجة واضحة معك على الساعة الإلكترونية، هدفين يو اي اي وهدف منتخبنا بحرين، مطالبين طبعا منتخبنا بالتركيز أكثر واللعب إلى الأمام. فواز جاسم الشوفان، كرة مع منتخبنا والتركيز في التقدم الأمام، يلا مرر مرر يا حمد، لا حارك حارك، والكرة إلى خارج الملعب، الكرة إلى خارج الملعب. طبعا بالنسبة لقرعة البطولة، أجريت قرعة البطولة بسلطنة عمان الشقيقة وبحضور جميع ممثلي فرق المنتخبات الخليجية الست، وزعت الفرق حسب القرعة إلى مجموعتين، الأولى ضمت مجموعة منتخبنا البحريني الوطني بالإضافة إلى قطر والإمارات، بينما المجموعة الثانية تواجد فيها منتخب الكويت ومنتخب السعودية ومنتخب سلطنة عمان. واتخذ من تعويذة البطولة وشعار البطولة هي لشخصية الكاتب والصحفي مع القلم الذي كان يعرف ويسمى في الزمان القديم بالراوي. إذن ركلة ركنية، منتخبنا مطالب بالتركيز الآن، منتخبنا مطالب بالتركيز، آخر ست دقائق وقادر يعود إن شاء الله، لكن التركيز مطلوب في استعجال نعم من لعيبة منتخبنا. منتخب الإماراتي الشقيق يلعب على خط، يلعب بدفاع ويعتمد على المرتدات المباغتة، مقطوعة من رائد، التركيز مطلوب، جاسم الشبن تمريرة حاضرة، فواز يلا رائد لكن وين قصيرة، مقطوعة من محمد السندي، وخطرة هذه وقول جول ثالث، هدف ثالث، سوء في التغطية في الدفاع، سوء التغطية في الدفاع، أحمد سالم لاعب رقم 8، شوف الواضح، شوف تمريرة اللاعب محمد السندي اللاعب الشهير والملقب بموشي، شوف لعبها صح، تمركز جيد للاعب أحمد سالم لاعب منتخب الإماراتي، والهدف الثالث، ثلاثة أهداف لهدف، المنتخب الإماراتي يقدم مباراة كبيرة أمام نجوم الأحمر، أمام منتخب البحريني الوطني صاحب الضيافة صاحب الأرض والجمهور اللي مطالب الآن بالتركيز، مطالب بالتركيز واللعب الأمام، وين الكرة راحت، وفي تايم آوت، إذن تايم آوت. كابتن محمود الشرقاوي مدرب منتخب الإماراتي يطلب تايم آوت، طبعا كابتن محمود الشرقاوي بحريني الجنسية على فكرة، وهو محترف كمدرب لمنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة، طبعا بلا شك بما يمتلك هذا المدرب من خبرة كبيرة في قانون لعبة الفوتسال للصالات، كونه طبعا لاعب وكابتن منتخبنا للفوتسال، منتخبنا ربما في المباراة في استعجال منه، في بدأ يفقد التركيز نوعا ما، لكن مطالب منتخبنا بالتركيز أكثر، مطالب منتخبنا بالتركيز أكثر. أذكر منتخبنا استطاع الفوز المباراة الأولى في الافتتاح بستة أهداف لهدف، نتيجة كبيرة وثقيلة أمام منتخب قطر الشقيق اللي فضل أن يشارك في هذه البطولة، طبعا زخم إعلامي كبير متمثل في نجوم المجلس والكأس، منهم طبعا كابتن عبد العزيز العنبري نجم الكرة الخليجية ونجم نادي الكويتي الكويتي والمنتخب الكويتي بشار عبد الله، والكابتن خالد الفضلي، وأيضا لاعب الدولي السابق الكابتن محمد إدهام، ومبارك غانم نجم منتخب الإمارات، والإعلام الشاب محمد العنزي، والمدرب القدير كابتن خليل الزياني المدرب السعودي القدير اللي حقق كأس الأمم الآسيوية في 84 أيام، طبعا نجوم الكرة السعودية بلا شك يجب أن نذكر فارس الصحراء كابتن ماجد عبد الله، وأترقب حاضر. إذن
منتخبنا ما زال مطالب بمجهود أفضل، مجهود أكبر. في صافرة في خطأ، في صافرة في خطأ. إذن منتخب الإمارات الشقيق استطاع طبعا أن يستثمر تقدم منتخبنا للأمام وسوء التنظيم في المنطقة الخلفية، وبعد ذلك سجل هدفين أو ثلاثة أهداف مباغتة سريعة. فارق الآن صعب، هدفين. منتخبنا مطالب بالتركيز، منتخبنا مطالب بالتركيز أكثر. موشي في الجول، حلوة مقطوعة، جاسم الشفن أمرر، جاسم يلا يا السبع، يلا يا عبد الرحمن الماشي. في وقت، في وقت، أربع دقائق، ما في شيء اسمه مستحيل في عالم كرة القدم. يا ترى في باور بلاي الآن راح ينزل اللاعب صاحب الخبرة الكابتن عبد العزيز الأشراف، اللي طبعا هو يعتبر الباور بلاي اللاعب اللي يمتلك مهارة الحراسة ومهارة التهديف. الخطأ ممنوع الآن في زيادة العدد كثافة لعيبة منتخبنا طبعا، اللي راح يعمل برس الآن على منتخب الإماراتي الشقيق، محاولة طبعا في تقليص الفارق، بعد ذلك تعديل النتيجة، تسديدة لجاسم الجبن وين مقطوعة، وتبعد إلى خارج الملعب، تبعد إلى خارج الملعب. ركلة إدخال، كرة مع جاسم الجبن، لاعب منتخبنا البحرين الوطني المتأخر حتى الآن بثلاثة أهداف لهدف. حمد السبع، يلا يا حمد أمرر، عبد العزيز الأشراف لك وين، طويلة طويلة الكرة إلى خارج ملعب، الكرة طويلة وإلى خارج ملعب. هو اللاعب رائد بابا، أنا ذكرت عبد العزيز الأشراف، هو اللاعب رائد بابا اللي تم إشراكه كلاعب باور بلاي، اللاعب رائد بابا فعلا. ملعب الكرة تهيأ، تسديده في الجول لك وين، إلى ركلة ركنية. ثلاث دقائق، والله ما في شيء اسمه مستحيل في عالم كرة القدم. راح تختتم مباريات هذا اليوم بلقاء آخر، هو اللقاء الأخير والمباراة رقم 6 اللي راح تجمع المنتخبين الشقيقين، منتخب عمان ومنتخب الكويت. ملعوب الكرة إلى خارج الملعب، إلى ركلة إدخال، بينما الحكم يشير إلى صالح المنتخب الإماراتي الشقيق. تدار جميع مباريات البطولة من قبل حكام دوليين معتمدين من الفيفا في لعبة الفوتسال. حمد السبع، جاسم الجبن أسرع أسرع، المفروض نلعب بشكل أسرع، المفروض نلعب بشكل أسرع. إلى رائد بابا، هو اللي يلعب لعبة الفاور بلاي. رائد تبريرة، عبد الرحمن مالشي، يلا فواز، يلا فواز هيا، وين أسدد، خلص أسدد، ليش أتردد، أسدد أخلص بمكان أسدد، سدده في الجول. أوه حلوة حلوة، تسديدة جيدة لكن مرت من القائم والزاوية 90 اليمنى لحارس المرمى يوسف جناحي، اللي قدم بلا شك دور كبير مع منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذه المباراة مع رائد بابا. يلا رائد، رائد أمرر قصيرة، يتابع مقطوعة الخطرة الآن مرتدة، تنقطع فواز، عبد الرحمن أمرر، يلا عبد الرحمن تتهيأ، أسدد السبع، أسدد في الجول، أسدد في الجول، تتهيأ، حط في الجول. أوه راحت فرص، فرص من فواز محمد، واضح معك على شاشة الصورة، فرص تضيع على لعيبة منتخبنا في إدراك تقليص الفارق. وسلامات لحارس المرمى، سلامات لحارس المرمى، سلامات، سلامات لحارس المرمى. إذن زخم إعلامي كبير حاضر في هذه البطولة، بطولة بطولة الخليج الأولى للإعلام الرياضي، برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه، نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد البحريني لألعاب القوة، صاحب هذه الفكرة الصائبة، الفكرة السديدة، الذي قد أعطى سموه توجيهاته وتعليماته للجهات الحكومية الرسمية بتنظيم هذا العرس الرياضي في أكبر تجمع وزخم إعلامي كبير من إخواننا وشقانا من جميع دول مجلس التعاون الخليجي العربي، الست الدول الحاضرة هنا والقادمة من أجل نجاح هذه البطولة الكبيرة. غدا الجمعة راح تلعب مباريات دور قبل النهائي، بطل المجموعة الأولى راح يواجه ثاني المجموعة الثانية، وبطل المجموعة الثانية راح يواجه ثاني المجموعة الأولى بطريقة المقص، هو طبعا مربع الكبار. يوم السبت راح تلعب المباراة الثالث والرابع، وبعد ذلك طبعا
تحديد البطل المركز الأول والثاني. بينما اليوم الخميس الثاني من أبريل 2015 شاهدنا الافتتاح بمشاركة كل الفرق وست مباريات دفعة واحدة من خلال هذا اليوم، بدأ من الساعة طبعا 10 مساء حتى هذا الوقت. دعوة نقدمها أيضا لعشاق ومحبي لعبة كرة القدم للصلاة الاستمتاع والتواجد. خطر في الجول، اوه حضر الجول جبنا، مو راضية الحظ معاند، شوف والله راحت جازم الجبن، وفرص تضيع سهلة على لعيبة منتخبنا، وما زال منتخبنا متأخر بثلاثة أهداف لهدف. لكن منتخبنا ضمن تأهله، لأن فاز في المباراة الأولى بنتيجة كبيرة من الأهداف بستة أهداف لهدف، وهو الآن متأخر بثلاثة أهداف لهدف، معناته منتخبنا لديه من الأهداف سبعة أهداف، وعليه من الأهداف أربعة أهداف، إذن آخر 57 ثانية. الساعة الإلكترونية الجميلة حاضرة هنا من صالة مدينة خليفة الرياضية اللي راح تحتضن مباريات هذه البطولة حتى يوم التتويج التكريم من يوم السبت. إذن أذكر عشاق ومحبي لعبة كرة القدم والصلاة للاستمتاع بأجواء جميلة مثالية وعرس رياضي لهذه البطولة، لبطولة الخليج الأولى للإعلام الرياضي، التواجد هنا في هذه الصالة المميزة والاستمتاع طبعا بأجواء مثالية جميلة، وأيضا بالقرب والتقرب أيضا للنجوم الكبار من الإعلاميين البارزين من كتاب وصحف وصحفيين ومقدمي برامج، وطبعا لا ننسى أيضا لاعبين من اللاعبين النجوم الحاضرين، عبد العزيز العنبري، الشاعر عبد الله، خالد الفضلي، محمد إدهام قطر، بارك غانم الإمارات، والمدرب القدير كابتن خليل الزياني من المملكة العربية السعودية، وأيضا إسماعيل علي لاعب منتخب قطر سابقا ونادي الفور القطري، ونخبة كبيرة من المنافسة الحاضرة هنا في هذه العرس الرياضي للنسخة الأولى لبطولة الخليج الأولى للإعلام الرياضي. إذن عودتنا مملكة البحرين حبيبة، مملكتنا دائما هي السباقة في الحدث الرياضي من هذا الحدث الفريد من نوعه والأول من نوعه، والكل قد أشاد بطبعا المؤتمر الصحفي الذي أقيم من يوم أمس بوجود زخم إعلامي كبير تواجدت جميع عدسات القنوات الزميلة الأخرى في نقل الحدث، وأيضا تغطية إعلامية من جميع الصحف، والذي الكل أشاد وأكد على الفكرة السديدة والصائبة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظ الله رعاه ليحقق هذا الحلم إلى طبعا إلى أرض الواقع من خلال هذا الكرنفال وهذا المهرجان وهذا العرس الرياضي. مقاعد المنتخب الإماراتي هو الأقرب، خلاص هو الأقرب لنقاط هذه المباراة، يقول إذا ما انتهت المباراة راح نبارك أيضا لإخواننا وأشقائنا المنتخب الإماراتي، وراح نقول هارلك للعيبة منتخبنا، أو منتخبنا ضمن التأهل. نتمنى من منتخبنا إن شاء الله التواجد في منصات التتويج، نتمنى أيضا التواجد في المباراة الختامية. هذا هو اللاعب رائد بابا، اللاعب في باور بلاي، اللاعب الذي دائما ما يشرك المدرب في الضغط وتقليص الفارق إن كان متأخر. جاسم من رحت بعيدة، جاسم مقطوع الكرة، خلاص هي الأربع ثواني الأخيرة. إذن منتخب الإمارات يحقق فوز ثمين بالنسبة له، يحقق فوز ثمين له، فوز راح يأهله طبعا مع منتخب البحرين الوطني. فعلا في هذه اللحظة تأتي صافرة الحكم الأول، الحكم الكويتي ثامر العنزي، وصافرة الساعة الإلكترونية بصالة مدينة خليفة الرياضية لتعلن نهاية هذه المباراة بفوز مستحق للمنتخب الإماراتي. نقول مبروك لإخواننا الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، نقول أيضا مبروك لرئيس الوفد الأستاذ محمد
جوكر ابو سلطان ونقول هاردك للعيبه منتخبنا. الاهم هو طبعا التاهل لمربع الكبار، هذا ما نطمع من منتخبنا ان يتواجد في منصات التتويج مع يوم التتويج يوم الختام. ونقول مبروك للمنتخب الاماراتي مره اخرى الفوز والتاهل مع منتخبنا، وايضا الان راح تجمع مباراه لا تقل متعه واثاره وقوه في المباراه الاخيره وهي المباراه السادسه في جدول المباريات هذا اليوم من اليوم الاول، مباراه المجموعه الثانيه عمان والكويت في مباراه كبيره. وطبعا المنتخب العماني استطاع الفوز امام المنتخب السعودي بثلاث اهداف لهدف، اذا عمان راح يدخل المباراه برصيد ثلاث نقاط، المنتخب الكويتي راح يدخل المباراه بشعار التعويض لانه خسر امام المنتخب السعودي بهدفين لهدف. اذكر اعزائي المشاهدين الكرام طبعا هناك ايضا استديو التحليلي مع الزميل فهد بوشيري والضيوف الكرام اللي راح ايضا راح يكون هناك تحليل جميل للمباراه التي مضت وجمعت منتخبنا والمنتخب الامارات الشقيق والمباراه الاخيره اللي راح تجمع الان الازرق الكويتي والاحمر العماني وشعار سيف والخنجر عماني. اذا اترككم مع لقطات حلوه مع عدسات وكاميرا القناه البحرينيه الرياضيه التي عودتنا دائما مع الحدث من قلب الحدث من خلال ارضيه هذه الصاله المميزه لصاله مدينه خليفه الرياضيه، حتى ان نلتقي معكم مع المباراه الاخيره وهي المباراه السادسه من خلال هذا اليوم الاول. اذا الازرق الكويتي والاحمر العماني والترقب حاضر، بقوا معنا القادم افضل. الأول من البطولة فاز الفريق